جوهرة اف ام الدنيا وما فيها وما فيها. اللي فرحني اكثر من التيتر هو اللي ربحني فيه. التتويج الافريقي الاخير للقب العاشر لكرة اليد التونسية، ومعنا زاد واحد من صناع التتويج هذا على ارضية الميدان، الحارس ماجد حمد. حمزة فما مرور مدية فما مساوي اللي احنا الكبار في الجمعية هذيا قعدنا نقطعوا بجوانب صغيرة منا، كنا ديما نعملوا ديرين يوم بعد كل قبل الماتش وكل شيء، ديما معناتها كنا نعطيو فيهم في الكونفرنس، قلنا لهم رانا فماش اسامي في كورة، صحيح مصر في الورقة أقوى منا، ما رانا قلنا تربي باش نهزوا الكرة الافريقية هذيا. وراو امنوا برواحكم ورانا خيرونا، والحمد لله تشوف عبد جواعه في التيران وفقنا ربي باش نزيدو في التدريب وفرحنا به جميعا. دي جون باهين في الكادي، عندنا دي جون باهين في جونيور، عندنا دي جون باهين حتى 2000 2001 زاد ربحوا مصر على الاول تونس البطوله العربيه وشربوا البطوله الافريقيه اثناء، معناها هذوما كل حاشتنا باش غدوا نلقاهم في السينيور. الخامه موجوده يعني. الخامه موجوده. دونك احنا لهين نوصلوا لهين نوصلوا 7 مونديال لهين نوصلوا 11 مونديال كيما عملناو. مي نقصنا لو ديكليك كيفاش نجور ديليك باش يولي نجور دو نيفو. دونك حاشتنا زاد المدرب اللي هو عنده الكفاءة وعنده الخبرة والميريت والولادية الخطية. فريمون يعطيهم الصحة للجوار الكل سونز اكسيبسيون، الصغار والكبار، معناها على لو كنا مجندين فريمون مجندين، معناها فما صعوبات باش لازم نحكيو لافريك نعرفوها كلها بمشاكلها بكل شيء، معناها من الكارد ماتريال حتى رئيس الوقت، معناها ليكيب كاملة كانت باهية، الجوارات تعطيهم الصحة، معناها فريمون لو ميريت يرجع لهم اليوم، وكانوا معناها في مستوى كبير معناها من المسؤولين، هذا اللي معناها يزيد يخليني فريمون كرة اليد معناها كي نشوف لاعبين من النوع هذا يزيد يشجع باش تزيد تعطي أكثر ما عندك تنجح معناها كرة اليد باش تنجح معناها المساهمات والبارتيسيباسيون تاعنا في كرة اليد.